السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزيد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على السيد الحاج محمد راوراوا، وين يضغط يعني على التحكيم من أجل مباراة الخضر، يعني في المباراة الفاصلة أمام الكاميرون، والتحكيم هو هاجس، ويبدو أن حب الثقة بين الجماهير الجزائرية والتحكيم الإفريقي لا يزال غير يعني مواصل، حيث بدأت التخوفات من هذا الجانب في المباراة الفاصلة ضد الكاميرون، ونبه منها السيد الحاج محمد راوراوا يوم الجمعة أن على الاتحاد الجزائري لكرة القدم التحرك قبل المباراة الفاصلة وعدم ترك المجال للصدفة. هو الحاج محمد غادي كي يهدر، غادي الحاج محمد راوراوا كي يهدر، ما غاديش يقول انا، غادي يقول لازم الاتحاديه الجزائريه، يهدر باسم الاتحاديه، خاطر الاتحاديه اللي غادي تراسل، الاتحاديه هو غادي يعطي قوانين، يمد نقاط في تغيير، نقاط في الضغط، الضغط يعني يعمل كل شيء من اجل هما غادي يحوسوا كيفاش الاربيت، حنا نحوسوا كيفاش الاربيت، ماشي نشروا الاربيت يا جماعه، ماشي نشروا، لازم تساهموا، ماشي تاع نشروا الاربيت، لا يعني تغيير الحاكم، ما نخلوش الحاكم الاول اللي يديروا لا يتعين، لا تغيير الحاكم، عندنا الحق طعن في الحكام، هذه هي. واقترح السيد الحاج محمد راوراوا في تصريحاته أن تتقدم هيئة شاف الدين عمارة بطلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وكذلك الاتحاد، وطالب كذلك للاتحاد الدولي للعبة، يقضي بتعيين طاقم تحكيمي من أعلى مستوى، خاصة في لقاء الذهاب بالكاميرون. وقال السيد الحاج محمد راوراوا: لا يجب ترك أي مجال للمفاجأة قبل مباراة شهر مارس، اللقاء الذهاب في الكاميرون يكتسي أهمية كبيرة كونه مفتاح التأهل إلى كأس العالم. أنا مانيش غلط، شو مانيش غلطي كي نقول لكم باللي الكاليفيكاسيون تتلعب في الكاميرون. أي نتيجة إيجابية من الكاميرون أنا في القطر، هذه متالي نعطيها لكم. أي نتيجة إيجابية في الكاميرون رانا في قطر. يعني لازم تجيب 80% من الكاميرون هنايا تمشي لهم 20% تمشيها، انت تتحكم في المباراة، لكن لازم التحكيم يكون من اعلى مستوى، ما ننساوش لازم يكون عندنا لاعبين يكونوا مركزين، خاصة الدفاع وخط وسط الميدان، يجب الكل يدافع والكل يهاجم من اجل الى بغيتو تروحوا لكوب دي موند. لازم نشوفوا كما شفنا محرز قوت نيجيريا يلعب في الدفاع، يلعب في الدفاع، باك شتو واحد 3 دقائق التالية، مشيت 3 دقائق، واحد 4 ساعة التالية كونت نيجيريا، محرز خرج لوبا وين خرج كرة من الكاري 18 تاع الجزائر في 2019. لازم نشوفوا ذيك الروح القتالية، روح المجموعة، ناس غادي يديروا كلش، ناس غادي يوجدوكم كلش، غادي يجيبوا لكم اربيت، يجيبوا من يجيبوا من يجيبوا من يجيبوا من يجيبوا كلش، هي تبقى عند المدرب، تاكتيك دو جو تاع المدرب، قراءة اللعب من عند المدرب واللاعبين. وأضاف الحاج على المنتخبات مطالبة بحكم جيد قبل تعيين وليس احتجاج بعده. شوف كيفاش قال لكم، ماشي تيديروا خاطر كي يديروا حكم صايك راحت، كي يديروا حكم راهي راحت، قال لك يجب يعني على المنتخبات مطالبة بحكم يكون في أعلى مستوى وتحكيم يكون جيد قبل التعيين وليس احتجاج بعده، خاطر غادي يقول لك العب وبعد نشوفه، يقول لك العب بعد نشوفه، صحيح كيما تروح خاولين لك في الضوء ولا خاولين لك في الماء تروح تريكلامي يقول لك خلص ومن بعد نجي نشوفه، صحيح كيما هكا، حنا لازم تشوف من هالأول. ولطالما شكل التحكيم داخل القارة السمراء تخوفات المنتخب الوطني والأندية الجزائرية، خاصة في المباريات المهمة والمصيرية،
وهذه ما رجعوها السبه على بالك ما بقاش رجعوها السبه دروك الى دروك حنا غادي نشوفوا الحاكم لعب مليح ما لعبش مليح. حنا كيما البارح المصريين ما انتقدوش الحاكم شان الجزائريين انتقدوا في الحاكم تمي فينا مصر كاميرون يعني في الفيسبوك الناس في القنوات يعايروا في التحكيم يعايروا تحكيم كو صالح برك هذاك البنت الحاكم كغادي يطلع الصوت نورمال وين اصبحنا عندنا عقده تجاه الحكم تولى عندنا عقده تجاه الملعب تولى عندنا عقده تجاه الجنون البنتوره الناس اللي ماتت ايبوسي يعني ايش دخلك انت يا رسوله انت عندك تيره انت عندك تيره علاه السحاره خدموا مصر البارح لا تكذبوش علينا وطالما شكل التحكيم داخل القارة السمراء تخوفات منتخب الوطني والأندية الجزائرية خاصة في مباريات مهمة ومصيرية فيما يتعلق بالتحكيم في البطولة أمم إفريقيا الكاميرون وين شاهدنا كيفاش وين شاهدنا فيكتور غوميز يعني هو نتمنى نشوفوا هذاك المدر هذاك الحكم نشوفوه في مباراة فاصلة في الكاميرون هذه هي في النهائي بين مصر والسنغال هو اللي بالك غادي يديرها وين نقولوا وين غوميز وين أدار مباريات سابقة والتي استندت له في البطولة بشكل جيد وفي تقييمه يعني نقولوا بلي المباراة حنا نقولوا بلي حتى المدرب الحاكم تاع الأمس يعني وين كان يعني ما كاش حاكم نقولوا كان منحاز ولا حنا شاهدنا الجزائريين برك ولاو يعايروا انا ما شفتش مصاروا عايروا التحكيم ولا والله ما شفتهم مصاروا هضروا تشوف مايغري كاليفا ومصر وهضروا على النقاط وحتى النقاط صغار اللي حنا ما نشوفوهمش يشوفوهم يعني المختصين في الميليو تيرا في الترك المساحات في الترك قال لك ولا وين تما ما انتقدوش كيروش انتقدوه نقد بناء كما مجدي عبد الغاني البارح جناهم وكلش وين جبدوا مساحات اللي خلات الكاميرون تلعب وتبني اللعب تاعها وتشكل خطوره قال لك شوف المساحات في الميليو تيرا في الدفاع شو كيفاش شو كيف يعني وين عطاو نقاط اللي حنا ما نعرفوهمش حنا توانا هنا ما يهضروهاش كون ربحوا تاع الغناء والتريكوات وهي وصايكي الناس مايغري كاليفاو ما عايروش المدرب لا وراولو نقاط ضعف يعني بالك ما شافوش المدرب ما شافهمش مساحات نقاط مجهريه عطاوه وراولو بنقاط مجهريه لك اليوم نقولوا بلي ودي المنتخب الوطني الجزائري وين مطالب يعني الاتحاديه الجزائريه كما قال الحاج محمد راوراوا لازم ضغط قبل لا يعينوا مدرب هي هو يقول الاتحاديه بصح هو اللي غادي يضغط هو اللي غادي زعما كما نقولوا حنا اي مراسله تكون انا تفوت على يده هو كتابيا هو كلش ما قال لك الكاشي تاع الاتحاديه قال لهم يجب الضغط من ذروك قبل التعيين قال لك ما نحتجوش كي يعينوا خاطر علاه راك تطعن في نزاهة لجنة التحكيم تزيد 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 ضغوطات على روحك على ذيك لازم تحتج قدام اللي يديروا التحكيم قدام اللي يديروا تريو اللي غادي يدير لنا المباراة خاصة في الكاميرون والله لا خاصة في الكاميرون لازم يديروا لنا مدرب خاطر على واحد السنين باغي تعقلوا ولا وهنا يديروا لنا مدرب حكام القطرة تاع الماء ما تفوتش وكي نخرجوا برا يديروا لنا حكام ما عندهم الشامبيونه في بلادهم يجب الحذر من هذا الصوالح يجب الحذر راه الحاج محمد راه قال لكم الناس وين تروح لكم الناس قال لا يا راخر في بريس راخر في منا بصح الناس هي تخدم خدمه يعني لازم تكون متقونه ناس يخدم في خدمه لازم تكون متقونه على ذلك نقولوا بلي ودي احنا دروك كاع الناس يتوجد يتخدم دروك بقى الامر
عند المدرب واللاعبين والمدرب واللي شوا تاعها المدرب واللي شوا تاعو. ما كاش مجامله، لازم كاش مجامله. شوف مادام كاينه مجامله والناس تهضر المجامله، ما غادي نقولوا بلي ما نديروا والو مع هاد الناس. هذه هي